جمعيتنا وهيئاتنا أصدرت بيانات تلو البيانات تعبر فيها عن رفض المحامين الصريح والواضح والمسؤول عن استعمال هذا الجواز ديال التلقيح لولوج المرافق ديال المحاكم. بتكليف من السيد النقيب محمد الحميدي النقيب الممارس، أشرفت على صبيحة هذا اليوم على تنظيم حركة ديال المحامين بخصوص المنع ديالهم أمام محكمة الاستئناف من أجل الإدلاء بجواز التلقيح، لكن انسجاما مع بيان مكتب الجمعية المنعقد أخيرا في ضيافة هيئة المحامين بالناظور والحسيمة، وانسجاما مع دستور المملكة وكل القوانين، وباعتبار على أن هذا الجواز ديال التلقيح غير قانوني وغير منصوص عليه في أي نص قانوني، وبالتالي المحامون عبروا عن رفضهم لكل إجراء غير قانوني، ومن ضمن الإجراءات هذا الجواز ديال التلقيح الذي عبرت كل الهيئات ديال المحامين الوطنية والمحلية عن رفضها المطلق لاستعماله كوسيلة لولوج المحاكم، باعتبار أنه يمس بحرية وباستقلالية المحاماة. فمن هنا نوجه رسالة لمن يعنيه الأمر، عليهم أن يراجعوا وأن يعيدوا النظر في هذا الإجراء المتخذ ضماناً واحتراما للقانون بصفة أساسية. فأنا هنا اليوم في إطار الوقفة ديال المحامون على إطر أننا تمنعنا من ولوج المحكمة، حنا رجالة القانون، والمهنة هي مهنة المحاماة، مهنة الجبابرة، مهنة حماة الحق والقانون. فالقانون الآتي ينبني على أساس سليم، والقانون كيبني على المنطق. فإذا لا يمكن أن نأتي بقانون طوارئ لنحذفوا فيه واحد الفقرة اللي هي مهمة، وهي استمرار المرافق العمومية. فكيقولوا بأنه القانون تيسمح باتخاذ التدابير اللازمة باش نتفاداو حنا هاد الوباء، وباش يمكن لنا راه فعلا غناخذوا التدابير اللازمة، ولكن ما غاديجوش القاعدة القانونية نجزؤوها. فالقاعدة القانونية لا تتجزأ، كناخذوها برمتها. فهنا كاينة فقرة اللي كتقول بأنه الحفاظ على استمرارية المرافق العمومية، وبالتالي فما يمكنش نجو هنا ونوقفوا هذه الفقرة هذه وما لفتوش لها الانتباه. فاحنا رجالات القانون، فما يمكنش ولو نكونوا ملقاحين ولو نكونوا كنتوفروا على هذا الجواز، فراه لا يمكن ان نترك ان يمر هناك خرق القانون ونحن في دولة الحق والقانون. دولة الحق والقانون تتقيدنا، ما يمكنش نكونوا حنا في دولة الحق والقانون ونخلوا ان يمر خرق قانوني سافير بهذا الدرجة اللي كيمس بالحقوق اللي هي واحد الحقوق اللي كتحميها، ماشي غير القانون الوضعي ديال واحد البلد معين، وانما واحد المبادئ واحد القواعد اللي هي الدوليه. فراه ما مساله، حنا قولوا لنا بخرجوا، تخرج الحكومه تصرح بشكل رسمي بان هذا اللقاح راه اجباري، بالتالي يمكن نبنيو عليه الجواز اجباري. اما باش نجي كل اساس ان اللقاح اختياري ونبنيو عليه الجواز اجباري، فهذا عبث، فهذا لا يقبله العقل السليم. فاحنا رجاله القانون وكناخذوا على عاتقنا الامانه والرساله ديال مهنه المحاماه، هي الدفاع حمايه الحق وحماية القانون. وشكرا.